يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من حج عن النبي صلى الله عليه وسلم هل حجه صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم له من الأجر مثل أجور أمته، له أجر من حج وأجر من اعتمر وأجر من صلى وأجر من صام، قوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فلا حاجة أننا نحج للرسول أو نعتمر عن الرسول، لا حاجة، لأن هذا حاصل لله عليه الصلاة والسلام. نعم.